لكن ما كنتش اهتم المذيع قال ايه او ما قالش ايه. بحب تعليق دايما اليومين دول يختلف عن تعليق الفترة اللي طبعا فاتت. طبعا طبعا. عندنا معلقين بدون ذكر اسماء ولا خلاص التعليق كان زمان؟ عندنا بس الموضة مختلفة اهي. زي السوشيال ميديا كده بنتكلم فيها انا وانت، الموضة مختلفة شوية. مختلفة قوي كمان. زمان تحس المذيع على سجيته كده. مع ان سبحان الله ما عندوش هدف في الجمله اللي بيقولها. لا يا حبيبي انا بقول لك على زمان. سجيته. على سجيته. على سجيته. انا قصدي اقول على سجيته. على طبيعته. بيقول اللي شايفه بطبيعه جوزه. بس اقول لك في ميزه، لحد الان في معلقين الله يرحمه وسامحهم كلامهم معروف لحد دلوقتي. محفور لحد دلوقتي، والجيل الجديد والجيل ده عارفه. عشان هو بيذيع مباراه ملوش دعوه بعلاء بيعمل ايه، ايهاب بيرمي كلمه عشان وراها كلمه. لا 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 حتى كابتن لطيف كان زملكاوي كان بيتعامل يعني عادي جدا. كان بيجي ماتشات اهلي مفيش اي مشكله خالص. فهي دي اللي هي دي الفرق طبعا يعني. انما التعليق بتاع اليومين دول اختلف شويه. طبعا. جامد. طبعا. طبعا طبعا جامد. حاسس ان في جمل بتتقال كده، يا عايز تخبط اللعيب في حيطه يا بتجامل اللعيب يا بتجامل اللعيب وهو ميت في الملعب. بالظبط. ما انا بقول لك يعني الوقت في طبعا في طبعا وفي على فكره معلقين ممتازين طبعا تسمع كده كلام حلو. بس بعدنا شويه عن مدرسه التعليق. بس عارف ليه يا هب؟ عشان المعلق بقى داخل مش في المباراه. بقى داخل في حته تانية. كلمك في حاجات بره المباراه كتير. بس. لكن لما يخش في المباراه وهم كده كلهم هنا على فكره بقول لك في شويه ممتازين. يخش في المباراه تحفه تحفه وتعليقات حلوه كده بادب بالشياكه تضحك لا حلو. في ناس طبعا ممتازين طبعا اكيد يعني. وفي قله بقى بتخرج بره المباراه بتخرج بره لا خلينا نرجع جوه المباراه ونرجع لمباراه الاهلي